حكومة وشعبا أن نستضيفكم وأعمال المنتدى في أرض بلاد الرافدين مهد الحضارات والتي ساهمت بنصيب كبير إلى جانب الحضارات العريقة الأخرى في إثراء مسيرة الحضارة والتراث الإنساني الذي لا يزال شاخصا بقيمه الإنسانية حتى الوقت الراهن، والذي يمثل إرثا مشتركا للبشرية جمعاء وصورة متكاملة لتاريخها وتعايش شعوبها. السيدات والسادة الحضور، لقد قاد التراكم الثقافي للتجربة البشرية بين الأمم إلى رقي الحضارات الإنسانية العريقة واستمرارها والإفادة من ذلك في التأصيل للحوار بما يعكس عطائها وإنجازاتها التي زادت من أواصر العلاقات في صناعة واقع نشاركه معا ونشيد واقعنا في ضوء رؤى تتسامى على العنف والقطيعة وتؤكد مبدأ التفاعل مع الآخر الحضاري وصولا لنبذ العنف والكراهية. يواجه العالم اليوم تحديات كبيرة نتيجة الصراعات والحروب والأزمات التي نشأت لأسباب متعددة، منها اختلاف المصالح وفرض الإرادات وانتشار الفكر الديني والعنصري المتطرف. وهنا يمثل الحوار الثقافي شرطا أساسيا لتحقيق التماسك الاجتماعي وتعزيز التفاهم من أجل مواجهة الجهل وتعزيز الاحترام المتبادل وتشجيع التعددية الثقافية. السيدات والسادة الحضور، تعرضت أغلب حضاراتنا عبر الأزمنة لمهددات متعددة ومتكررة تمثلت بالنزاعات والإضرابات الداخلية، مضافا لأطماع تراوحت بين محاولات للسرقة ونهب للمقتنيات التاريخية والثقافية، وأخرى تتصل بمخططات لطمس هذا الإرث الحضاري. وكان للإرهاب يد في إلحاق ضرر عبر ممارسته الهادفة لتدمير المعالم الحضارية والبنى الثقافية، وكان يستند في كل ذلك إلى أيديولوجية تلغي الآخر وتشيع ثقافة التدمير بالإسناد إلى عقدة الماضيوية وعدم الانفتاح على المستقبل، تاركا بصماته الظلامية على المواقع الأثرية والحواضر الثقافية والتاريخية ومراكز العبادة والجامعات والمكتبات، وقيامه بالمتاجرة غير المشروعة بالمقتنيات الأثرية، هادفا من ذلك إلى تمويل أعماله الإرهابية. ومن منبر منتدى الحضارات بنسخته السادسة نود أن نؤكد أن الأعمال الإرهابية لا يمكن لها طمس التاريخ ومعالم الحضارات التي امتدت لآلاف السنين. وإذ يستضيف العراق هذه النسخة من أعمال المنتدى فإنه ينتهج رؤية تشاركية لأجندة هادفة
تستند إلى دبلوماسية ثقافية بوصفها رافعة لمصادر القوة الناعمة والرمزية في حضاراتنا العريقة. إن أمامنا مسؤولية بحجم ما نتوافر عليه من إرث كبير، يمكننا جميعا أن نشارك مستقبلا تتطلع إليه أجيالنا، والأخذ بزمام التعاون المشترك لما يكون دافعا ضروريا للمجتمع الدولي للتصدي لمحاولات العبث أو الإساءة لهويتنا الحضارية. وليس من نافلة القول أن تحديات التغيير المناخي باتت واجبا الأخذ بما تتطلبه منا مجتمعين بهدف الحد مما تتركه من انعكاسات على الإنسان والبيئة، ومن ثم المواقع الحضارية والأثرية. من هذا المنطلق نعيد التأكيد أن هذا المنتدى يعد نهجا دبلوماسيا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الحضارات والثقافات والتنسيق المستدام لدعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات الحالية في مختلف المجالات ذات الأبعاد الإنسانية والثقافية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات وسادة، تعرض العراق في فترات زمنية مختلفة لسرقة ممنهجة وتهريب لتراثه الثقافي الذي لا يمثل ملكا خاصا بالعراقي بل إرثا للإنسانية جمعاء، كما شهد العالم بأجمعه حجم التخريب والمتاجرة غير المشروعة التي انتهجتها عصابات داعش الإرهابية. لذا فقد بذلت حكومة العراق وعبر وزارة الخارجية جهودا كبيرة لوقف هذه العمليات التخريبية ضد الآثار، إذ انتهجت دبلوماسية الاسترداد التي أسفرت عن إعادة أكثر من 18,000 قطعة أثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة. وعبر التنسيق والتعاون مع شركاء العراقي وأصدقائه، إننا نأمل من خلال هذا المؤتدى إلى تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين جميع الدول للتنسيق بشأن إعادة القطع الأثرية المسروقة، فضلا عن حماية تلك الممتلكات التاريخية من جميع أعمال الاتجار الغير مشروع بما يتماشى مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، والحاجة لوضع آلية مشتركة للتوصل إلى حلول فاعلة للحد من تهريب الممتلكات الثقافية، إذ تقع بلداننا ضحية لمثل هذه الأعمال غير القانونية. فكان الحكومة العراقية ومن خلال مجلس النواب العراقي الدور في تشريع العديد من القوانين لحماية الآثار والأبنية التراثية باعتبارها موروثا ثقافيا وعلميا تمثل الهوية الحضارية للشعب ونشوء حضارته وتطورها عبر العصور. إن منتدانا الحضاري هذا سيداتي وسادتي يعد فرصة للتواصل النوعي ومجالا متعددا لمحاكاة الأهداف المشتركة التي نصب لها جميعا عبر الدعوة إلى المزيد من الحوار الهادف والعملي في هذا المجال.
ختاما ولكون الحضارة في مكوناتها تدل على الصيرورة والتفاعل المستمر لتعكس التمدن بوصفه نتاجا فكريا وثقافيا وماديا للأمم، فإننا نحرص على أن تسفر أعمال المنتدى من خلال مشاركتكم ومشاركة الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية عن نتائج ملموسة وتحقق القيم المضافة التي نرجوها من أجل تجسيد التعاون بين الدول الأعضاء لمنتدى أصحاب الحضارات العريقة. نتطلع إلى انعكاس مخرجات هذا المنتدى على سياسات صناع القرار والحكومات لغرض التأسيس لعالم مبني على احترام أسس التعايش والتسامح وبناء مستقبل نفخر به جميعا لأجيال الغد. وشكرا جزيلا، شكرا جزيلا جميعا. والآن الكلمة لممثل الأمين العام فليتفضل. شكرا جزيلا. Your Excellency Mr. Fuad Hussein, Minister of Foreign Affairs of Iraq, Chairman of this forum. Excellencies, distinguished guests, I'm truly honored to be here today in your remarkable country. I warmly thank the government of the Republic of Iraq for the hospitality and the gracious welcome. And I also wish to convey the support of Secretary General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres, who has delegated me to represent him. Mr. Guterres firmly believes in intercultural and interreligious dialogue as a viable tool. He conveyed to me his message to all of you that United Nations Alliance of Civilization and the Forum of Asian Civilization should work together. وأن الأمم المتحدة وجميع الدول المتعلقة بهذا المنتدى يجب أن تعمل سوية مع بعض. هذه زيارتي الأولى للعراق. وهذه الزيارة وحقيقة كان الطريق بعيدا. A cradle of centuries old. وهذه الحضارة هنا في العراق والتي هي تعتبر مهد الحضارات. Fascinating story of Asian Mesopotamia from Sumerians, Babylonians. والعراق لديه قصة كبيرة فيما يخص موضوع الحضارات التي تمتد من الحضارات السومرية والبابلية والآشورية. وهي تمثل مثل فسيفساء العراق والتي تمثل روح انتماء العراقيين لهذا البلد. والعراقيين أن الأمل والتضامن العراقيين هو موضوع أساسي الذي جعلهم يسعون ويناضلون من أجل الكفاح ضد داعش. وقد ناضل العراقيين من أجل مكافحة الإرهاب. At the political initiative of UN Secretary General for conflict prevention and conflict resolution through advancing intercultural and interreligious dialogue
ونحن هنا في الأمم المتحدة نعمل سوية من أجل التشجيع على تشجيع على مبدأ التنوع. وهذا المشروع الذي بدأنا به بدأ قبل أكثر من 17 سنة وهو نجح. هذا الموضوع have successfully organized our ninth global forum in the historical city of Fez, Morocco. More than 1,100 participants came to the forum. وأكثر من 100 مشترك حضروا في المؤتمر الماضي الذي كان في المغرب. I take the opportunity to thank Excellency the Minister of Culture of Iraq for his valuable participation. وأنا أيضا أشكر الوزير الثقافة العراقي لتسهيله إجراءات هذا المؤتمر especially against the backdrop of today's global context where people whose identities are defined by religion, culture, or ethnicity. ونحن ندعم الشعوب المشاركة في هذا المؤتمر وتلك الشعوب التي تعمل من أجل تحقيق السلام الداخلي في بلدانها. ولهذا فإن الأمين العام للأمم المتحدة أوكلني بهذه المهمة من أجل تطوير خطة الأمم المتحدة ودعم هذه البلدان وخاصة بعد الأحداث التي حدثت عام 2019 وأن الخطة التي تدعو العالم للاعتماد حول غالبية الاهتمامات الأساسية للإنسانية والتي تشمل التضامن أيضا والتأكيد على روح المواطنة وأن جميع المواقع الدينية والمتعلقة بالعبادة والتي وزيارة دور العبادة هي تعتبر روح من التعاون والاحترام. وأن الخطة المعدة لهذا الموضوع كانت المادة 18 لقوانين الأمم المتحدة ولإعلان حقوق الإنسان الذي يؤكد حقوق الحرية والفكر والدين وملاحظة هذه الحقوق التي تتضمن حقوق الأفراد والمجتمعات للحفاظ على أديانهم ومعتقداتهم وتعاليم العبادة وغيرها. ولكم منا جميع الشكر والتقدير. شكرا جزيلا لهذه الكلمة القيمة من قبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. أود الإشارة إلى أن وزيرة الثقافة من جمهورية مصر هي في طريقها أعتقد إلى بغداد. بالأمس حاولت الوصول إلى بغداد ولكن بسبب الضباب في المطار رجعت إلى عمان إلى الأردن والآن هي في طريقها إلى بغداد. وأيضا أود الإشارة إلى أن جمهورية الصين الشعبية وممثل الصين يشارك معنا من خلال الشاشة فأهلا ومرحبا به. الآن الكلمة ل وزيرة الثقافة من جمهورية اليونان فأهلا ومرحبا بها. Your Excellency the Chairman Fuad Hussein, Minister of Foreign Affairs of Iraq. Excellencies, honorable members of the وزير خارجية جمهورية العراق.
I'm truly happy and honored to address all of you today at the 6th ministerial meeting of the Ancient Civilization Forum held in the historic city of Baghdad. I wish to extend my sincere gratitude and congratulations to the Iraqi presidency for the very efficient organization of this meeting. This year we once again have the opportunity to meet in person and conduct our significant and productive discussions that help us promote our collaboration and fulfill our shared responsibilities vis-à-vis the international community with regard to the protection of our common heritage, both in times of peace and war. War, unfortunately, maintains and expands its gruesome presence around us, affecting people as well as cultural heritage. Armed conflicts and terrorism continue to lurk in the winter region of Mediterranean, and now is another war raging in Ukraine and the Black Sea, an area still replete with the monuments and myths of the Greeks, the Romans and the Anatolians. In this context, the special emphasis هناك تأكيد مهم حول حماية الممتلكات بالإضافة إلى عمليات السرقات التي تحدث بالإضافة إلى المعلومات المتواجدة لدينا والمتعلقة بهذا الموضوع on the all-important issue of cultural heritage protection against ومن أهم المواضيع التي تهمنا هو موضوع حماية الممتلكات الثقافية in line with the requirements of the UNESCO conventions as well as our long history and traditions. The year 2022 was marked by two important anniversaries. The first was the موضوع هذا المنتدى الحضاري الحالي هو الذي يحدث في عام 2022 والذي يشكل الذكرى السادسة لهذا المنتدى. Celebration of which Greece recently had the great honor to hosting the official UNESCO event in the World Heritage Site of Delphi. The signing and adoption of this convention by UNESCO and in the member states was ونحن هنا في اليونان نعتمد على هذا المنتدى حيث تم توقيع الاتفاقيات في هذا الموضوع مع اليونسكو. The second anniversary concerned the convening of the UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development Mondiacal 2022 in Mexico City, 40 years after the first Mondiacal held there in 1980. وهناك عدد من الاجتماعات أيضا حدثت في هذا الموضوع منها في الاجتماع الذي حدث في المكسيك في العام الماضي أيضا. The global setting has changed so dramatically that UNESCO and the member states need to evaluate and adjust their common strategy in the face of current and future threats and opportunities. Over the past decades, the world has witnessed. وتتميز عام 2020 بذكرى سنوية هامة. الأولى كانت إتمام 50 عاما على تصديق على اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي في باريس عام 1972، والتي كانت اليونان قد حظيت مؤخرا بشرف كبير باستضافتها. وحدث اليونسكو الرسمي في موقع التراث العالمي في ديلفي كان توقيع واعتماد هذه الاتفاقية من قبل اليونسكو والدول الأعضاء فيها تتويجا للإرادة الدولية المشتركة والالتزام بالتكريم القانوني والحماية الفعالة وتعزيز حماية الثقافة العالمية وثقافاتها والتراث العالمي. وتتعلق الذكرى الثانية بعقد المؤتمر العالمي اليونسكو حول السياسات الثقافية والتنمية المستدامة مونديا كولت عام 2022 في مدينة مكسيكو بعد 40 عاما من انعقاد أول مونديا كولت هناك في عام 1982، والذي حدد الاتجاهات والمعايير والأطر للسياسات الثقافية في العقود السابقة. وأظهرت الجلسات أن الوضع العالمي قد تغير بشكل كبير، لدرجة أن اليونسكو والدول الأعضاء بحاجة إلى إعادة تقييم وتعديل استراتيجياتهم المشتركة في مواجهة التهديدات والفرص الحالية والمستقبلية. وعلى مدى العقود الماضية شهد العالم ظهور تحديات جديدة بالإضافة إلى التحديات الموجودة بالفعل والتي تزداد حدتها. إن الحاجة إلى اتخاذ تدابير جذرية من بينها خطة مشتركة شاملة للتنمية المستدامة مع الإشارة والتأثير أيضا في مجال التراث الثقافي هي حاجة ملحة وضرورية، وأن القدرة على التكيف والمرونة والاستدامة في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية يجب أن توجه خياراتنا وسياساتنا
الاستراتيجية، كما يجب الحفاظ على المبادئ والقيم الأساسية لليونسكو الضرورية لاستدامة رأس المال الثقافي على المدى الطويل كمسألة فردية وجماعية. أن المسؤولية التي تشمل التنوع الثقافي والتعددية إلى جانب حماية وحفظ رأس المال الثقافي المادي وغير المادي للأجيال القادمة ضد التهديدات الطبيعية والبشرية لسلامته المادة والمفاهيمية، وأن الحفاظ على أصالة التراث الثقافي ووحدته وسلامته يستلزم من ناحية الدفاع عنه بشكل مشترك ضد السرقة والنهب والتخريب والتجار غير المشروع والتجارة سواء في أوقات السلم أو النزاع المسلح. أن منع أو على الأقل التخفيف من الآثار المباشرة وغير المباشرة قصيرة وطويلة الأمد لتكثيف تغير المناخ على المشهد الطبيعي والثقافي المشترك هو أيضا أمر جوهري، لأن السياق الكامل الذي يتم فيه إنشاء التراث وتجربته وتفسيره وفهمه يتم توريثه في كيان بمعنى جماعي وقيمة تصبح مقوضة. ومع ذلك فإن سلامة التراث الثقافي عرضة بشكل متزايد لخطر الفساد أيضا بسبب الاستغلال العشوائي والمتهور في كثير من الأحيان في سياق السياحة والتنمية الاقتصادية. تشكل ظاهرة السياحة الزائدة في الوجهات الثقافية البارزة والشعبية تهديدا متزايدا لقابليتها للحياة على المدى البعيد. لقد ثبت الآن بشكل راسخ، وأشكركم جدا على حسن إصغائكم. يونان، دور اليونان، حيث انعقد النسخة الأولى من المنتدى والنسخة التأسيسية في الواقع في أثينا. Greece has held the first session. Sorry. فشكرا جزيلا وشكرا لهذه الكلمة القيمة. We thank you for your speech. الآن الكلمة لممثل الجمهورية الإسلامية السيد وزير الثقافة والسياحة فليتفضل. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب آقای رئيس، مقامات عالی و شرکت کنندگان محترم، ابتدا اجازه میخواهم مراتب قدردانی خود را از دستاندرکاران تشکیل این مجمع و از تلاش هایی که برای حفاظت از میراث فرهنگی و بشری کشورهای صاحب تمدن های کهن در اجلاس های گذشته انجام شده ابراز نمایم. همچنین از پیشنویس بیانیه بغداد که توسط کشورهای عضو با همکاری سازمان‌های بین‌المللی انجام شده به ویژه تأکید مجدد بر همبستگی و تلاش‌های فرهنگی و دیپلماتیک برای کمک به استرداد اموال فرهنگی و حفاظت از میراث کشورهای عضو قدردانی کنم. از کشورهای دوست و همسایه و میزبان این مجمع برای مهمان نوازی و تلاش‌های ارزنده در مرمت و بازسازی سایت‌های باستانی و آثار تاریخی بعد از جنگ و تخریب‌های داعش تشکر نموده و آمادگی وزارت مطبوع را در همکاری با پژوهش، مستندسازی، تهیه پرونده‌های نامزدی میراث جهانی، ثبت و حفاظت و مرمت و احیای این آثار ارزشمند و غیر قابل جایگزین بشری اعلام نمایم. از آنجایی که هویت و اصالت ساکنان کشورهای صاحب تمدن در گروه حفظ اهمیت و ارزش‌های تاریخی و باستانی است، همکاری‌ها و گفتگوهای بین فرهنگی باید تداوم داشته باشد، به ویژه در زمانه‌ای که جهان در گیر و دار بحران‌های مختلف انسانی و زیست محیطی است. ارتقای صلح جهانی و دستیابی به توسعه پایدار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع ما تنها با مشارکت مردم
و از طریق حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی به دست می آید. این مهم تنها در سایه تلاش برای آموزش و آگاهی بخشی جامعه، ظرفیت سازی و همکاری بین فرهنگی میسر است. بنابراین همکاری بیشتر و اجرایی شدن تصمیمات و موضوعات مطرح شده در پیشنویس بیانیه نیازمند تشکیل کارگروه های تخصصی و مداوم است. همکاران ارجمند، یکی از مأموریت های مهمی که از همکاری بین تمدن های کهن ما متصور است، مقابله ریشه‌ای و اساسی با انحصارگرایی، برتری‌جویی و نژادپرستی مدرن است. به ویژه تعاملات بین دولت ها در صحنه های روابط بین الملل که در اقدامات یک جانبگرایانه برخی دولت ها متبلور می شود. جهان امروز هنوز از زخمهای دوره استعمار و استثمار رنج می برد و یک جانبگرایی و تلاش برای تحمیل ارزشهای تکبعدی و تکساحتی در دنیای مدرن امروز بخشی از همین میراث شوم در گذشته های نچندان دور است. در مقابل اگر بخواهیم از مهمترین اشتراکات تمدن‌های کهن نام ببریم، بدون شک اشاعه صلح و پرهیز از جنگ، ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز، توصیه به احترام متقابل و تلاش برای مفاهمه با دیگر تمدن‌ها از مهمترین آنهاست. هرچند هدف از تشکیل مجمع گفتگوهای تمدن‌های کهن علیه هیچ کشور یا دولتی نبوده و نیست، ولی نمیتوان از دولت یا دولت‌هایی که به این ارزش‌های تمدنی مشترک آسیب می‌زنند غفلت کرد. وظیفه همه ماست که با دولت‌هایی که با اعتیاد افراطی خود در بکارگیری ابزار تروریسم اقتصادی و تحریم تلاش دارند که ارزش‌ها و خواسته های نامشروع خود را به دیگران تحمیل کنند، مخالفت کنیم و به صورت یک پارچه و متحد در مقابل این اقدامات غیر مشروع و غیر منطقی ایستادگی کنیم. هرچند ملت ایران با تکیه به آموخته های چند هزار ساله تمدن کهن خود تسلیم چنین فشارهایی نخواهد شد، ولی تمامی اعضای جامعه جهانی به ویژه اعضای این مجمع گرانقدر میبایست مخالفت خود را با بکارگیری مخرب و غیر انسانی ابزارهای تروریسم اقتصادی با اقدامات عملی نشان دهند. مالکیت اموال فرهنگی که حکایت از هویت و اصالت مردمان یک سرزمین دارد، حق مسلم انسانی جامعه مربوطه است. در نتیجه جامعه جهانی یک مسئولیت بسیار خطیر و مشترک و یک تعهد اخلاقی و قانونی برای استرداد آن به کشورهای مبدأ دارد. قاچاق اموال فرهنگی هنوز یک نگرانی عمده برای کشورهای صاحب تمدن از جمله کشور من است. متاسفانه این تهدیدها در سالهای اخیر به طور فزاینده تمتلك الحضارات مثل بلدي. اشتدت هذه المخاطر في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وخاصة من جراء التدخلات الأجنبية والحروب وغيرها من الممارسات غير الإنسانية التي تمارس من قبل بعض الدول وتسببت في انعدام الأمن ومهد الأرضية لاشتداد وزيادة الجرائم الثقافية. لذلك فإن السعي لاسترداد الآثار المنهوبة إلى دول المنشأة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقترح مشروع إنشاء برنامج أو خطة عمل مشترك بين الدول الأعضاء في منتدى الحضارات العريقة بالتركيز على مواجهة تهريب الآثار الثقافية والتاريخية واسترداد الآثار المنهوبة، وكذلك تشكيل فريق عمل مشترك لدى منتدى الحضارات العرب العريقة لتنفيذ خطة العمل هذه
هذا الاقتراح هنا. كذلك بالنظر إلى الثغرات الموجودة في معاهدة 1970 اليونسكو ومن بينها بأن نقترح تعديل هذه المعاهدة من قبل منتدى الحضارات العريقة، وفي بيان وإعلان ختامي كطلب إلى اليونسكو، مع أن هذه المعاهدة معهد 1970 تشتمل على حلول وآليات لمواجهة التهريب والنقل غير القانوني للممتلكات الثقافية، لكن هذه الآليات لا تشمل تهريب ونهب الآثار الثقافية والتاريخية للدول قبل مصادقة هذه المعاهدة، بينما أن الكثير من الآثار الثقافية التاريخية الإيرانية وقبل المصادقة على هذه المعاهدة تم تهريبها من بلادنا، لكن في العقود المقبلة وفي ظل زيادة الوعي العام تم وضع قوانين لحماية هذه لذلك فليس موافقة المسؤولين حينها دليلا وسببا لكون نقل هذه الآثار سببا قانونيا ومنطقيا لنهبها. هذه الآثار والتراث الثقافي تمثل جزءا مهما من هوية أي دولة، ويجب على شعوب تلك الدول أن تحافظ عليها. التراث الثقافي عامل وحدة وتضامن مهم للدول، التضامن القومي والوطني لدى الدول، ويجب أن تحميها الدول بنفسها. الحضور فلان بالنظر إلى أن الكثير من الدول ذات الحضارات انضمت إلى معاهدة 1970، لكن يجب تعديل الثغرات الموجودة في هذه المعاهدة لزيادة ثقة الدول فيها. هذا الطلب من شأنه أن يمثل خطوة باتجاه زيادة الوعي العالمي من خلال تعديل معاهدة 1970 لمواجهة نهب الآثار الثقافية والتاريخية واسترداد الممتلكات الثقافية والآثار التاريخية التي تم إخراجها من الدول قبل المصادقة على المعاهدة.